برنامجي شيء كلكم تنتظرونه ولكنها مفاجأة. كلمة يجب أن تقال. هذا الحفل وهذا الحشد كله خلفه رجل شاب نفخر به من شباب النوبة، هو إسلام الكندي. وإسلام لعل كثير منكم لا يعرف من هو إسلام. هو الشاب الذي جند نفسه ووقته وبيته وأهله لإنجاز هذا البيت الذي نحتفل به اليوم، البيت النوبي. وابننا إسلام سليل قرية أسعدتنا من قبل بالشاعر العظيم المرحوم عبد الدايم طه دهمي، الذي الشاعر الذي قال: وقالوا بلادك بؤس وجد يحيط بها كالقيود الجبال، إلى أن يقول: وقالوا فقلت لهم دعوني فهذا محال محال. دهميت هذه أنجبت للنوبة كثيرا من الأدباء والشعراء، ونحن اليوم في محفل بيت أنشاه ابن دهميت ابن النوبة إسلام كنزي. له من النوبة كلها الشكر الجزيل، له من شباب النوبة الاعتراف بالجميل. نشكره ونتواصل فيه. تعال يا هذا هو إسلام الشاب الذي نفخر به. بارك الله فيه وفي كل الشباب. وبإذن الله تعالى في العام القادم نحتفل بأكثر من إسلام من أكثر من قرية. والآن تتواصل الفنون. شكرا لتكريمك استاذ محي، وتكريمك لاسلام ده تكريم لكل شاب في البيت النوبي.